نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يقول إن الأزمة الحالية المتعلقة بتوزيع الأدوية وجدت طريقها إلى الحل. وفاروق بوعسكر يؤكد وجود محاولات كبيرة لترذيل العملية الانتخابية التشريعية. وفي تفاصيل، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية اليوم الثلاثاء زيارة لإحدى مؤسسات تصنيع الأدوية، وتم التطرق إلى اجتماع رئيس الجمهورية بعدد من المسؤولين عن هذه الشركة إلى جملة من المسائل المتعلقة بقطاع الأدوية وضرورة تطوير الصناعات الدوائية حتى تصير تونس دولة مصدرة. وأوضح رئيس الجمهورية أن تونس لا ينقصها شيء لتلبية حاجياتها من الأدوية، مشددا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي تحسبا لكل الحالات الطارئة. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الأزمة الحالية المتعلقة بتوزيع الأدوية وجدت طريقها إلى الحل، مبرزا ضرورة أن تتكاثف الجهود وتتعاضد خاصة في هذا الظرف لمواجهة كل الصعوبات ورفع التحديات. الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022. أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وجود محاولات كبيرة لترذيل العملية الانتخابية التشريعية تقوم بها عدة أطراف من بينها أطراف سياسية حسب قوله. وبين رئيس الهيئة في تصريح اليوم خلال زيارة تفقد ومتابعة أداها لمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت أن الهدف من نشر وافتعال صور ومقاطع فيديو مفبركة والتي لا تمت للواقع ولا المترشحين للانتخابات التشريعية بأي صلة هي أيضا منع الناخب التونسي من التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابي، وصفا العملية باللا قانونية واللا أخلاقية. وأضاف بوعسكر أن هذه المحاولات الكثيرة التي لن تنطلي البتة على الناخب التونسي باعتبار أن جميع المترشحين معروفون لدى الناخبين وقريبون منهم ويمثلون مناطقهم وهم بصدد إجراء حملاتهم الانتخابية دون إشكاليات وبصفة قانونية، مؤكدا أن العملية تجري بصفة سلسة. وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد وطواقمها بمختلف الهيئات الفرعية جاهزة على جميع المستويات لموعد 17 من ديسمبر الجاري، داعيا عموم الناخبين للتوجه لمراكز الاقتراع يوم التصويت وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي بكل حرية وشفافية. اعتبرت شبكة مراقبون أن نسق الأنشطة الميدانية للحملة الانتخابية ضعيفة ويكاد يكون منعدما في أيامه الأولى، مؤكدا أن نسبة مهمة من أنشطة الحملة التي تمت ملاحظتها لم تكن مسجلة بالقائمات المخصصة للغرض، إما بسبب عدم تصريح المترشحين أو بسبب عدم تحين القائمات من قبل الهيئة. ولفتت في بيان لها اليوم الثلاثاء إلى وجود عزوفا كبيرة عن استعمال الفضاءات المخصصة لتعليق البيانات الموجهة للعموم من أغلب المترشحين، إضافة إلى عدم حضور وإلغاء عدد كبير من الأنشطة المسجلة بقائمات أنشطة الحملة من قبل المترشحين. وأوضحت أن أغلب الحملات كانت من صنف توزيع المطويات والتواصل المباشر مع الناخبين في الأسواق والأماكن العامة، وأنه تم اقتصار أغلب البرامج والوعود والبيانات الانتخابية على بعد محلي وجهوي. الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022. في أخبار العالم، حذرت رئيسة الاتحاد الزراعي الوطني البريطاني من أن البلاد قد تواجه أزمة غذائية إذ لم تتخذ الحكومة أي إجراء تجاه ذلك، وفق ما جاء في حديثها لشبكة البي بي سي الإخبارية. ودعت رئيسة الاتحاد الزراعي الوطني البريطانية الحكومة إلى دعم المزارعين في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والتكاليف، أو ستواجه البلاد أزمة غذائية محتملة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية يقول إن الأزمة الحالية المتعلقة بتوزيع الأدوية وجدت طريقها إلى الحل. وفاروق بوعسكر يؤكد وجود محاولات كبيرة لترذيل العملية الانتخابية التشريعية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.